ابني وبناتي، يلا مع بعض نتعرف على قصة الأرقام العربية. هيقدمها لكم مس نهى سعيد. قبل ما نبدأ مع بعض قصة الأرقام العربية، عايز أسألكم سؤالين. السؤال الأول، إيه الفرق بين العدد والرقم؟ هل في فرق؟ أكيد طبعا، العدد مش هو الرقم. الأعداد ما أقدرش أحصرها وما أقدرش أعرف نهايتها، إنما الأرقام هم 10 وبس. هم 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب 3 ده عدد ولا رقم؟ ده عدد، بيتكون من إيه؟ بيتكون من رقم واحد بس وهو 3. طيب وده 23. 23 ده برضو عدد، بيتكون من إيه؟ بيتكون من رقمين 2 و3. سؤالي التاني ليكم، ايه الفرق بين الارقام دي والارقام دي؟ كتير منكم هيقولولي ان اللي فوق دي هي الارقام باللغة العربية وان اللي تحت هي الارقام باللغة الانجليزية. هقول لكم لا، كلامكم الصح. اللي فوق دي هي الارقام الهندية واللي تحت هي الارقام العربية. الارقام الهندية دي هي اللي احنا بنستخدمها لغاية دلوقتي، اما بقى بالنسبة للارقام العربية فدي اخدتها اوروبا وتداولتها عبر الحضارات واستخدمتها في معاملاتها، وعشان كده معظمنا بيفتكر ان هي دي الارقام باللغة الانجليزية. طيب يلا بينا بقى نعرف مع بعض قصة ارقامنا العربية دي. العرب زمان استخدموا طرق كتير للترقيم، منها طريقة حساب الجمل، والطريقة دي كانوا بيسجلوا بيها الأرقام والتواريخ باستخدام الحروف الأبجدية. كانوا بيدوا لكل حرف رقم معين، وعشان يعبروا عن تاريخ أو عن رقم أو عن معاملة من معاملاتهم اليومية كانت بتبقى في صورة كلمة، والكلمة بتبقى جملة. واجهوا بالموضوع ده صعوبات كتير. ومن الأرقام اللي استخدمها العرب الأرقام الرومانية أو الأرقام اللاتينية. الأرقام دي كانت بتعتمد على بعض حروف اللغة الإنجليزية، كانوا بيستخدموا الحرف لوحده عشان يعبروا بيه عن الرقم، أو كانوا بيستخدموا حرفين مع بعض، بيدمجوا حرفين مع بعض أو بيكرروا الحرف أكتر من مرة للتعبير عن الأعداد. لكن مع مرور الوقت اكتشفوا أن الأرقام الرومانية دي بتمثلهم مشكلة كبيرة وبيواجهوا فيها صعوبات كتير. كان إيه أسبابها؟ أسبابها عدم وجود الصفر. عدم وجود الصفر كان بيمثلهم مشكلة في تدوين بعض التواريخ وتسجيل بعض المعاملات والأرقام، ومن هنا بدأوا يدوروا على حل تاني ونوع تاني من الأرقام يستخدموه في حياتهم اليومية بدل الأرقام الرومانية. وفي عام 154 هجرية 771 ميلادية جاء إلى الخليفة أبو جعفر المنصور عالم فلكي هندي ومعاه كتاب مشهور في علم الفلك والرياضيات. الكتاب ده كان اسمه سيدهانتا للمؤلف براهما جوبتا، ألفه سنة 6 هجرية 628 ميلادية. والكتاب ده كان بيعتمد فيه على الأرقام التسعة. وقتها طلب الخليفة المنصور من العالم الفلكي محمد إبراهيم الفزاري ان هو يترجم الكتاب ده، وبالفعل ترجم الكتاب وألف كتاب تاني على نهجه. الكتاب ده اسمه كتاب السند هند الكبير، والكتاب ده كان بيتناول فيه علوم الفلك والرياضيات باستخدام برضو الأرقام التسعة. وكلمة السند هند دي كان معناها الخلود عند الهنود. وفضل العرب يستخدموا كتاب الفزاري لغاية عصر الخليفة المأمون. وفي عصر الخليفة المأمون عام 198 هجرية 813 ميلادية جاء العالم محمد ابن موسى الخوارزمي واستخدم الأرقام الهندية في الفلك. استخدم الأرقام الهندية في الفلك وفي الرياضيات. في عام 210 هجرية 825 ميلادية نشر الخوارزمي رسالته عن الأرقام الهندية. وبعدها كون العرب سلسلتين من الأعداد. الأولى هي الأرقام الشرقية ذات الأصل الهندي، وهي زي ما احنا شايفين كده العرب استخدموا فيها إشارات الأيدي أو حركة الأصابع للتعبير عن الأرقام، وهي دي الأرقام اللي احنا بنستخدمها لغاية دلوقتي. وسلسلة الأرقام التانية هي الأرقام الغبارية. الأرقام دي عبر عنها الخوارزمي أو صممها على أساس عدد الزوايا اللي موجودة في كل رقم،
واتسمت غبارية لأن هي كانت في البداية بتتكتب على ألواح، الألواح دي مغطاة بطبقة من الرمال. الخوارزمي لما جه صمم الأرقام صممها على أساس عدد الزوايا الموجودة في كل رقم، فمثلا عندنا هنا رقم 1 موجود فيه زاوية واحدة بس، ورقم 2 ده شكله الأصلي اللي هو يبان قدامنا على شكل حرف زد فموجود فيه زاويتين، ورقم 3 فيه 3 زوايا، ورقم 4 ده شكله الأصلي موجود فيه 4 زوايا، ورقم 5 فيه 5 زوايا، ورقم 6 فيه 6 زوايا، ورقم 7 ده الشكل الأصلي بتاعه وموجود فيه 7 زوايا زي ما احنا شايفين كده مع بعض، الأسهم بتشابر على الزوايا بتاعت رقم 7، وده الشكل الأصلي لرقم 8، وبالتالي في 8 زوايا زي ما احنا شايفين كده، وده الشكل الأصلي لرقم 9، والرقم ده فيه 9 زوايا. بعد كده جه الخوارزمي وأضاف الصفر للأرقام. أضاف الصفر للأرقام الغبارية فكانت على شكل دايرة لأن الصفر أو الدايرة دي ملهاش زوايا، فاستخدم الصفر على شكل دايرة في الأرقام الغبارية. أما في الأرقام الشرقية فعبر عن الصفر بالنقطة، والنقطة دي كانت بتعبر عن مركز الدايرة، ومن بعدها بقت عندنا 10 أرقام اللي هي 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، دي الأرقام. بقى عندنا الأرقام العربية وعندنا الأرقام الهندية، ودي اللي احنا بنستخدمها لغاية دلوقتي. وبكده تكون خلصت قصة الأرقام، وألقاكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى.